الرحمن الرحيم. في البدايه يعني برحب بالكل، معلش انا لازم اتاخر معاك مش تسلم عليك واحد واحد، انما الحقيقه يعني النهارده يوم يمكن بسمع عنه من يمكن المطلب الاول اللي سمعته من القطاع ومن الوزاره من كل حد مهتم بالسياحه، هو امتى هيكتمل الاتحاد بالغرف السياحيه بشكل مؤسسي، بشكل فيه انتخابات، بشكل بدون طعون، علشان يبقى فيه اعاده احياء للتدريب واعاده احياء لكثير جدا من الموضوعات اللي يمكن كان بقى لها فتره طويله متعطله بسبب ان الاتحاد ما كانش بالشكل ده. انا الحقيقه عايزه ابارك كل واحد موجود، ببارك المتفاهم الوثيق، ببارك رؤساء الغرف كلهم الحقيقه يعني من قاده القطاع. سعيده جدا ان قدرنا كركن اول من الاصلاح التشريعي ان يبقى عندنا اتحاد نقدر نقول ان هو القطاع وافق عليه، ما هواش تيسير اعمال مش بقرار وزير، وبالتالي كل الامور اللي محتاجين نقيم عليها في الفتره القادمه. ويمكن احنا طبعا انا عايزه الاول ارحب طبعا بالنائب عمرو السلكي اللي هو برضو ابن القطاع، ويمكن في جلسات كتيره جدا يعني قبل ما يتولى اللجنه كان كتير في كلام برضو عن موضوع امتى ننتهي من هذا، اعتقد الجزء الهام جدا من الاصلاح. يمكن احنا اي عمل علشان ينجح هو عمل جماعي، النجاح حاجه جميله جدا، والنجاح يعني هنا هستعير كلمه من محافظ البحر الاحمر اللي هو احمد عبد الله، دايما بيقول احنا بنعزز النجاح، فالنجاح لما بيحصل بنبقى عايزين نستمر فيه، وبالتالي كان مثلث النجاح هنا هو اتحاد وغرف منتخبه مجلس نواب ووزاره، عشان نقدر الحقيقه نقوم بمهام كتيره جدا في المرحله القادمه. احنا يمكن كوزاره في نوفمبر 2018 اطلقنا من مجلس النواب برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحه. قطاع السياحه من القطاعات المهمه جدا، قطاع السياحه بينمو دوليا بشكل كبير، عايزين حصتنا في النمو ده تبقى تضيق بمكانه مصر وباللي مصر بتقدر تقدمه للعالم. علشان ده نقدر نقوم بيه محتاجين نصلح حاجات كثيره جدا. الاصلاحات الهيكليه زي ما بنتكلم دايما بتاخد وقت، ولكن عشان نقدر نقصر الوقت ده محتاجين تكاتف الجهود كلها. الجهود دي قطاع خاص، حكومه، مجلس نواب، لان عندنا اصلاح تشريعي مهم جدا. كنا لسه بنتكلم سياده النائب على الخطه بتاعتنا في المرحله الجايه. كتير جدا بتسال امتى هتخلصوا كذا وامتى هتخلصوا كذا، انا دايما ردي انه بحب الحاجه تبقى ناجحه في الاخر. فناخد وقتنا ان احنا نعد كويس علشان لما نخرج بحاجه تبقى حاجه مؤسسيه محترمه ما نقعدش نغير فيها